الله يسعد مساك يا رب، مساء الخير، مساء النور، مساء الورد من مدينة ستوكهولم، من منطقة هو توريت. حبيت أعملكم بث قبل ما أتوجه للعمل، جولة مسائية. إن شاء الله نسلم عليكم، نطمن عليكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله أموركم تمام. أنا في منطقة هوتوريت، يعني بعيدة، محطة من وسط العاصمة على الخط الأخضر، منطقة من المناطق اللي تقدر تقولوا يعني قريبة على وسط العاصمة، يعني تعتبر من مناطق التسوق، فيها مطاعم، فيها جاليريات، فيها محلات. عادة نيجي على هاي المنطقة مشيا على الأقدام، يعني هاي محطة القطار، بس ما بدها إشي، يعني كل 5 دقائق بتكون واصل هون مشي. فحبينا نسلم عليكم، نطمن عليكم، نعملكم جولة في مكان تاني، مكان آخر، وندردش شوي هيك، نشوف شو أخباركم، شو عملتوا، كيف الجو عندكم، طمنونا عنكم، عن أخباركم. وكتبت عبارة عن باولو كويلو عن وسائل التواصل. يعني هل تعتبروا أنه وسائل التواصل حلت المشاكل العالمية ولا زادت المشاكل العالمية؟ ولا الإيجابيات؟ لها إيجابيات ولها سلبيات؟ خلينا نتفرج هيك شوي على هوتوريت. مساء الورد، مساء النور، طمنونا على الصوت والصورة. هاي بعض الكوفي شوبات وبعض المحلات الكافتيريات في منطقة هوتوريت. هاي هون شركة تيليتو للاتصالات، طبعا نزل الفيمجي وما فيمجي. نعملكم هيك جولة نص ساعة زمان، وبعديها نروح على الشغل الليلي. اليوم عندنا شغل ليلي، بس حبيت هيك جولة قبل العمل. امبارح جولة بعد العمل، روحنا العصر. اليوم جولة قبل العمل، راح نروح بالليل. فسبحان الله العظيم، ان شاء الله ليلتكم ليلة حلوة. درجة الحرارة 3. اللي بيسأل عن الحرارة، في ناس بيهتموا في موضوع الحرارة، في ناس بيهتموا في موضوع الناس، وين الناس، وين العالم. تعرفوا الدول الأوروبية نوعا ما في الليل، يعني مناطق يعني ما بكون في ناس كتير، لأنه في ناس بتروح بتسهر. خلينا نشوف البسكليتات وين، هون الخط تبعهم هون، أي خط البسكليتات. فكثير من المحلات بتسكر بكير، تعرفوا أنتوا، يعني هاي محلات الأحذية، راقية جدا هاي المحلات. ما هو الموقع الجيد تعرف على السويديات وهو يستعمل بكثرة؟ والله يا بدك تسألك واحد، احنا متزوجين، بدك تسألك واحد عنده خبرة في القصص هاي، لأنه صاروا هم يعرفوا انه الأجانب هدفهم مش الزواج، هدفهم الإقامة. فنوعا ما أخي الكريم، السويديات صعبات جدا في بناء العلاقات، لأنه نوعا ما كونوا فكرة وكونوا صورة عن انه الاجنبي او العربي او اللي بده يجي من برات السويد، الهدف الاساسي عنده هو الوصول والاقامه، وليس الهدف الاساسي الزواج. فتجد من الصعب حتى المقيم هون، حتى اللي معه جنسيه هون، صعب انه يبني علاقه صداقه مع السويديه، الا اذا كان في جامعه، في اماكن معينه، واحد بزنس مان، يعني يكون عنده اشي مميز، مش واحد عنده رغبات وأطماع إلى آخره. فصاروا يفهموا هاي الأمور، فهم نوعا ما صعبين. أهلا وسهلا حاج عبد، مساء الورد، منطقة هوتوريت. طبعا هنا كافتيريا الإسبريسو رائعة جدا، قاعدة فوق في الطابق الثاني، جميل جدا، يعني جربناهم الأماكن. إحنا بنحكي لكم الأشياء الحلوة بنكون مجربينها. هاي منطقة هوتوريت، هون في هون سينمات وما سينمات، بس هسه ما بعرف هاي فاتحة السينمات اللي هون. وفي هون الجامع كمان، تطلع طلعة الجامع، في درج، في جامع مصلى هوتوريت قريب، تقدر تروح له في درج هون. فرجيكم اياه اذا هسه هون في مطاعم، هون مجموعة مطاعم، بس هسه يمكن مسكرين. هون في مجموعة مطاعم، في ناس تيجي هون بالذات في النهار. حبيبي واضح، كله واضح. هاي هون السينمات، لا هذا هون واقف الشاب، بعدين بنتمشى شوي. هلا بدنا نروح في مجمع هون، جاليري، بعرفش اذا بعده فاتح، اسمه ستور بلان، صورت منه انا زمان، بس بنحاول نفرجيكم اياه.
هون في سينمات، وعلى الجهة اللي فوق من هون من الجهة الثانية من فوق في مسجد هوتوريت، فقريب مسجد هوتوريت من هذا المكان. هلا شوي لتحت بصير في ناس أكثر، يعني المنطقة اللي تحت فيها مجمع تجاري، فإن شاء الله منروح نتمشى عليها. طبعا في محلات على اليمين على اليسار، ديكورات ميكورات أثاث، كله هون كل شيء بتلاقي. هاي هون إيل جيجانتين، إلكترونيات، الكهرباء. خلينا نركز على هيك، خلينا للشاشة بالوسط هيك ونكمل لنا هيك جولة نص ساعة زمان، وبعديها نتوكل على الله إلى العمل. هاي فندق أوتيل في هوتوريت. هاي هولي جرين، شوفوا لي هون هولي جرين. في شغلات يعني غريبة عجيبة. طبعا قريبين احنا زي ما حكيت لكم على السنتر. هون مكتبة كتب، هاي كتير يعني الكتب هون يعني حديثة وكتب قديمة، مش مكتبة يعني مكتبة انه تيجي تقرأ، لا هون كتب عشان الشراء. في ناس بتخلط بالمفهوم الكتب الشراء والمكتبة. اعطيك العافية حبيبي. في اسامي هيك بالانجليزي بعرفش اقرأها، بتكون داخل الاحرف ببعض، فاكتبوا لنا من وين بتتابعونا اخوان الكرام، يسعد مساكو. واللي عنده سؤال عنده استفسار حاب يكتبه، يعني انا ما حددت موضوع بالضبط، بس قلت خلينا نحكي شوي هيك عن وسائل التواصل اللي قاعدة للأسف بتأثر سلبيا على كتير من حياة الناس. الناس بتتفاعل مع الترندات، زي مثلا امبارح موضوع الانتخابات الأمريكية، يعني العالم كتير متفاعلة جدا جدا. يعني أوكي، بس مرات الإنسان للأسف يربط مصيره في دول معينة وهو قاعد، يعني هو في بلده أو هو في مكانه مش عامل إشي بحياته. يعني بتعتقد إذا تغير الرئيس الأمريكي حياتك أنت راح تتغير، وأنت حاط رجل على رجل وما بتعمل إشي؟ للأسف صعب، ممكن تتغير الأسوأ ما بتعرف. مراكز تجميل، هلا بنشوف اذا في. من بلجيكا اهلا وسهلا، هلا بنشوف اذا في مراكز تجميل هون. ففي ناس يا اخوان الكرام يعني عايش على وسائل التواصل، عايش على اخبار، وبيعتقد انه هو في فوز رئيس معين او خساره رئيس معين انه حياته راح تتغير، وهو قاعد بس متابع. حياتك تتغير لما تشتغل عليها وتتعب عليها وتطور من نفسك وتقرأ إلى آخره. فللأسف في ناس ينتظر تغيير الرؤساء والقادة عشان إنه حياته تتغير. شو رأيكم تتغير حياتنا؟ يعني إحنا هاي تغير كم رئيس عربي، شو صار حياتنا للأسف؟ للأسف بروح واحد بيجي واحد، للأسف عارفين أنتوا القصة. نفرجيكم غرف النوم، ممكن الواحد شوي هيك يريح أعصابه مع غرف النوم. مساء الخير أخوي عبدو. المعيشة الحمد لله بخير، نشكر الله على كل حال. درجة الحرارة 3، واليوم زي ما انتم عارفين اليوم الأحد. بدنا نحكي لكم، في ناس ممكن مش عارفين شو اليوم. والله في مرات بتمر الواحد عليه أيام بس يشتغل ليلي بصير خربط بالأيام. فلقيت كتير ناس، يعني يا ناس هسه بتتابع كورونا وكل يوم تكتب لك كم حالة بالصفحة تبعتها. يعني في عندي أصدقاء كل يوم بكتب لك في السويد اليوم 5 حالات، 200 وفاة، بصر إيش، كبار السن، بكتب لك التفاصيل. طب أنا شو بستفيد؟ يعني أنا كل يوم أقرأ وأشوف الحالات المرضية هاي، طب هاي نفسيا راح تتعبني، ولا شو رأيكم أنتو؟ واحد مختص بالوفيات، توفى ابن عمي، توفى ابن خالتي، خالتي على طريق الوفاة، ابصر مين، حادث مرور. يا أخواني الكرام والله مواقع التواصل إذا ما عرفنا نستخدمها والله سلاح مدمر، بتدمر حياتك والله، لا تشعر بالسعادة مهما تكون
إذا أنت ما عرفت تستخدم وسائل التواصل، يعني لازم هسا يصير في منهاج في المدارس يعلم الطالب كيف يستخدم وسائل التواصل، لأنه للأسف فعلا قاعدة بتدمر الأطفال وبتدمر القيم والمبادئ والمفاهيم. للأسف تلاقي لك الطفل الصغير صار عنده مفاهيم جديدة عن الحياة وعن الجنس وعن الثقافة. من أكثر ازدهار دبي ولا هذه المنطقة اللي انت فيها؟ شو رأيك كمقارنة بين الإمارات والسويد كاقتصاد ورواتب فقط؟ والله الرواتب ممكن الإمارات تكون أعلى لأنه ما في ضرائب حتى، يعني هنا انت بالسويد تأخذ مثلا 20,000 تدفع 30% ضريبة بس. بيجي يعني كنت أتناقش بالمواضيع هاي مع أخواننا اللي بالخليج، بيجي الشخص اللي بالخليج بيقول لك طيب ما احنا ندفع مدارس على الأولاد وبندفع أجارات لبيوت بصار كم وبندفع في شغلات الإقامات ورسوم الإقامات والقصص هاي، كل واحد سبحان الله بحسبها حسب. إذا بنقعد نحسب الشغلات بالتعريفة، يعني هي الشغلة مش كلها مادية، الحياة مو كلها مادية. طبعا احنا وصلنا عند ستور بلان بس بعرف شكله مسكر فاتح، خلنا ناخذكم على الجاليري تبع ستور بلان بس يمكن سكر. انا هذا الجاليري بحبه، بحب اتمشى فيه، قلت خلينا افرجيكم اياه بس هسه فيش حدا فيه اكيد. اليوم الناس معزله بكير خلاص رايحين، اليوم الاحد نوعا ما بتخف السهرات بتخف الحركه خلاص، الناس مستعدوا ليوم اثنين. افرجيكم هالشغلات هاي الحلوه اللي هون. ما تحاوبني اخي، ما تجاوبني، ما السعاده لا متابعين سياسه ولا امراض، يلي فينا مكفينا. حلو ممتاز، متابعين مسلسلات ممكن. وين السؤال؟ وين السؤال؟ مين أكثر ازدهار؟ دبي ممكن في عمارات، في شغلات زي هيك، أشياء حديثة، بناء حديث. هنا يعني بحبوا الأبنية القديمة. بيحكوا هذا كمان الجاليري يعني صاحبه إماراتي أو خليجي. هذا الجاليري من الجاليريات المشهورة والراقية جدا في مدينة ستوكهولم، يعني في كل الماركات الراقية. أنا بحب أدخل على الجاليري هذا. نشوف فاتح مسكر مسكرين هيك الروائح اول ما تدخل الجاليري هذا. حلو طبعا هلا احنا جايبينكم بس يعني لانه عندي شغل فما بقدر، ما كنت قادر اني اطلع قبل، فقلنا بنطلع قبل العمل هيك بنص ساعه بساعه زمان عملنا جوله. هاي هون تبعون جماعه المكياج، هم مكياج والعطور والقصص بس ما بعرف مبين مش مبين. هاي الشركه قويه حلوه فيها شغلات حلوه، فكل بلد فيها ميزات، ما كل بلد في لها ميزات يا إخوان الكرام. يعني إذا بنظلنا نقارن، من أسباب تعاسة الإنسان في الحياة يا إخوان الكرام المقارنة. المقارنة بتخليك مو راضي. لو تروح على سويسرا تصير تقول أوه سويسرا ما فيها بحار، فيها بحيرات، وتظلك عايش على القصة هاي. فإذا بدك تظلك عايش على المقارنة راح تتعب، تقارن نفسك بين عمك وبين خالك، وهذا عنده سيارة وهذا عنده موديل حديث وأنا عندي موديل قديم، وهذه تجوزت وهذه أخذت عريس أحسن مني. هاي المشكلة إنه في ناس بتتابع صفحات المواقع، ثلاث أطفال وأم وأب، شو مالهم؟ ندير بالنا على أولادنا. ممتاز، الله يخليكم أولادكم يا رب ويخليكم. والله مسكر الجاليري شكله، مسكرين مروحين. خلينا نلف اللفة ونطلع من الجهة الثانية. طبعا الجاليري له هيك مداخل يمين يسار، هنا في هنا صبا، اذا حدا فيكم شغله مساج وما مساج وقصص، هنا لونش وقصص. هي شنو ستينكت ناي اه دي اوكي دي هار فينس مساج يا مساج هون هون ميكي كوستا من 1995 اه اوكي فور في فور في فوري تاجت فوري فروغا في فور اتوزن في مهندرة كان شيء أمي هور لانك تيد قريب بوشير جي فمتي لغتي اه اوكي اوكي اكوما سين بيبراتا اوكي تاك تاك خلينا كده خليك معي. احنا طبعا بعض الاسئلة يا اخوان الكرام ممكن ما نقدر نشوفها، نشوفها بعد هذا. قديش معيشة عيلة؟ والله معيشة عيلة حسب، إذا مدينة ستوكهولم يعني بدي أحط لكم تقريبا، إذا بوكلوش بمطاعم وإشي وشغلات زي حسب أجار البيت. هي المشكلة بأجار البيت، يعني إذا أجار البيت مثلا 8,000 ممكن
ومع كروت مواصلات مع شغلات، يعني هي اللي بحدود 20,000. في ناس تصرف 16، في ناس تصرف 17، زمان كنا نصرف 13 و14، هلا بطلت توفي 13 و14. فكل انسان حسب، واحد بده يطلع كل يوم والله على كافتيريا على مطعم، واحد بيشرب دخان، زوجك بيشرب دخان، انت بتشرب دخان ارجيله، فواحد بده يروح على مطعم متواضع، واحد بيقدر يشتري حبه بولر ب 5 كرون وبقدر يشتريها ب 33 كرون. فهي بترجع من شخص لشخص، يعني بس انه هي حسب اجار البيت برضه. يا الله يا كريم. ايه شنو شنو ها كلمه عربي. السلام عليكم. اسمع والله هسه قاعد اعمل بث كل شهر على الشغل بالليل، يلي اسبوعين في الشارع اياكم. طب كان رحت على الجامع الكبير، شفت الجامع كان عندك سياره وصلني. والله انا ما عندي سياره، رايح مشي هسه شوي طالع في الفيس، مش مجرم معنا عندي. حياك الله، الله يساعدك. في الجامع الكبير، الجامع الكبير، جامع الكبير، اطلع كلمه فوق نص محطه ميدبوريا بلاتسين. لا والله ما عندي سياره، هلا شوي طالع على الشغل، ضل لي نص ساعه رايح على شغلي. وين الجامعة؟ جامعة في منطقة اسمها ميدبوريا بلاتسن. اطلع بالقطار هون. انا والله هسه عامل لايف مع ناس في عندي شغل. معلش حبيبي الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا الله يا كريم يا الله. حلوة انت تشربي دخان. لا ما هي يعني هاي المصاريف للأسف، في أسر بروح مصاريها كلها على الدخان وعلى شغلات الثانوية. الناس يا للأسف يا إخواني الكرام قاعد بتيجي من إيطاليا، يعني هلا هذا الشاب اللي لقيته للأسف بقول لك صار لي سنة سنة ونص قاعد في البلد، وما عندي مأوى وما عندي سكن وما عندي يا إخواني الكرام. أنا بدي أقدم، أنا حكيت نصائح كثيرة في صفحتي، كثير بحكي لأخواننا اللي عايشين في إيطاليا وإسبانيا والدول هاي، إذا ما عندك حدا بالسويد لا تيجي يا أخي. واحد بيجي من إيطاليا معوش إلا 1000 كرون ولا 2000 كرون وجاي يدور على فرصة عمل في السويد. يا إخواني الكرام السويد بلد غالي جدا، السويد بلد غالي جدا، إذا ما عندك حدا تسكن عنده وتنام عنده لا تيجي، لا تيجي بتورط نفسك والله. حتى مرات المساجد كمان عليها مسؤولية، ما بيقدروا حتى يسكنوك ولا ينيموك. فإخواني الكرام وصية هيك اعتبروها وصية، الواحد قبل ما يموت اللي عايشين في أوروبا زي بولندا وزي إيطاليا وزي إستونيا والدول هاي، يا إخواني الكرام مو سهل تلاقي فرصة عمل في السويد، مو بلمح البصر. في ناس معها جنسيات مو لاقي فرص عمل، فانت عشان تلاقي فرصة عمل لازم تأمن سكن، والسكن غالي. فإذا ما عندك أصدقاء في السويد لا تيجي وتمرمط نفسك وتذل حالك وتظلك عايش في الشوارع وتدخل في الجريمة وتدخل في تجارة المخدرات. للأسف بشوف شخصيات وبشوف أشخاص مقطوعين جايين من إيطاليا جايين من إسبانيا، بيعتقدوا أنه السويد يعني أوكي سمعة السويد أنه بلد غني أنه يعني فرص العمل منتشرة. لا مو لهالدرجة، في كتير ناس بتواجه صعوبة كبيرة في الحصول على فرصة عمل. فإخواني اللي عايشين في إيطاليا في إسبانيا في الدول هاي كتير بتوصلني رسائل على الخاص أنه أنا بدي أجي على السويد، إذا ما عندك حدا أو ما معك مصاري لا تيجي وتغامر المغامرة هاي. تعال إذا معك مصاري وعندك حدا وأمن سكن وبعدين دور على شغل، أو دور على شغل بالموقع العمل الأوروبي، دور على شغل موقع العمل الأوروبي. حكينا عن موضوع بالنسبة لموضوع المعاش، إخواني الكرام بيختلف من مدينة لأخرى ومن منطقة لأخرى والمصاريف. بس يعني إذا كان أجار البيت مثلا لو قلنا 8000 أو 9000، هي كرت المواصلات حقه ب 900 كرون، يعني إذا أنت بدك كرت مواصلات وزوجك بده كرت مواصلات هي 2000 كرون، هاي صار عندك فوق 10000. إذا عندكم سيارة بدكم كمان تصرفوا عليها بيجي 3-4000، إذا عندكم سيارة إذا بدكم تجيبوا سيارة. ففرق يعني في فرق في المصاريف من أسرة لأسرة. ففي أسرة عندها سيارة، في أسرة بتجيب كرت مواصلات واحد، في أسرة بدها 3-4 كروت أولادها كبار شباب. بس تقريبا يعني بدك عشان تعيش وضع طبيعي بدك بحدود 20,000 كرون بالشهر، إلا إذا لقيت لكم بيت عاد أغلى من 10,000 كمان بدكم تصيروا أكثر من 20,000.
أنا حكيت يعني تقريبا، واللي معي المشاركين احكوا يا إخوان جاوبوا. هاي وأنا كمان ما بعرف هذا إيش، مكياج بيوتي وميوتي، عندي عقل آمن أحكينا. كلامك صحيح والله. فإخوان الكرام اللي عايشين في إيطاليا وإسبانيا، لا تنغروا بالمظاهر هاي. يعني احنا هون عايشين صرنا سنوات 13-14 سنة، وفي ناس لسه لحد الآن صار 20 سنة وبعدها وضعها مكركب. يعني مو شرط، هذا بيعتمد على الإنسان وعلى همته واجتهاده وتطوير حاله وتعلمه للغة، بدها تعب. يعني الموضوع مو سهل. يعني لا تأخذوني أنا كقدوة، أنا بحكي لكم في ناس نجحت بسنوات لأنها تعبت على نفسها. يعني هي مستعدة قبل ما تيجي على السويد، هي تعبانة على نفسها قبل ما تيجي على السويد، متعلمة لغتين وثلاث. بس واحد جاييني لا انجليزي، لا بيعرف لغات، لا عنده علاقات، لا بيعرف راسه من رجليه، يعني صعب يلاقي شغل. واحد جاييني بس باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه، يعني ممكن ما تفيده باللغه الفرنسيه بالسويد، لانه السويد يعني بدك يعني انجليزي اوكي ممكن تفيدك. ففي ناس بكون عندهم مهارات كمبيوتر، في عندهم شهادات، في عندهم علاقات اجتماعيه الى اخره، فتدفئه وفاتير الكهرباء حسب. يعني في ناس بيكونوا ساكنين في فيلل على حسابهم، وفي ناس مثلا عندنا بستوكهولم تدفع خلاص مدفوع الكهرباء، لا بتيجي فاتورتها لحال، يعني تقريبا 400-500 كرون بالشهر حسب مساحة البيت. والله غرفة ممكن 200 كرون، غرفتين ثلاثة ممكن 300-400 كرون، وحسب عدد الأفراد اللي بالبيت. فيعني حط بحدود 400-500 كرون كهرباء بالشهر. المي ببلاش، والمي مقطوع يا معلم. نعم كلام سليم. يعني إذا بدنا نقعد نحكي بالتفصيل عن كل واحدة، حكينا احنا في والله مرة عملت منشور كامل بالتفصيل عن المصاريف في السويد، يعني ونشرته عندي بصفحة عرب السويد، بس الناس ما بتحب ترجع. يعني في عندي منشورات كثيرة كتبتها عن المواضيع هاي، بس تقريبا بده الواحد العيلة الأسرة بدها لا يقل عن 20,000 نوعا ما، يعني بتكون ماشي حالها، يعني مش لا غنية ولا فقيرة، يعني وضع طبيعي. كل ما بحكي شكل صح أخوتي الكريمة، لأنه كل واحد بحكي حسب تجربته وحسب مصروفه. اللي بدخن بحكي غير عن بدخنش، واللي بيصرف في في واللي بيسهر في اماكن معينه بحكي عنها، واللي بروح على ديسكوهات بحكي شكل، واللي من الورشه للفرشه شكل. فما راح تاخذي جواب قطعي، لانه حياه الناس تختلف عن بعض. كل واحد بحكي شكل اكيد راح يحكي لك شكل، يعني ما راح يقول لك كلياتهم والله جيبي ال 20,000 وخلص 100% راح تصرفي بس 20,000. هسه عندنا بالوطن العربي في ناس بيصرفوا 200 دولار، وفي ناس بيصرفوا 2000 و3000 دولار، وهي بلش الفيلم. يلا هاي السينما، يلا نحضر فيلم. هاي خلاص احضروا الفيلم. سعر صرف الدولار، تدفئة والفواتير، الأكل والشرب. وين ساكن؟ بستوكهولم، قريب من شارهولم. يظل بين أهله على مهله. 20,000 تعادل 2000 دولار، ممكن أكثر شوي، يعني 2200. يا الله يا كريم. راجعين على وسط العاصمة. كم الساعة صارت؟ 7:30. لسه معنا شوية وقت. يا ريت إخواني الكرام اللي عايشين بالسويد يشاركوا بالأجوبة، يعني أي حدا بيسأل سؤال يعني احترموه. معلش اللي بكون برات البلد أو بكون جديد، بكون نوعا ما عنده يعني بده يكون صورة عشان يعرف يبرمج حاله، فيعني معلش نتحمل بعض. معلش يعني لأنه بضله سبحان الله اللي جاي من برا في عنده خوف انه راح تكفي المصاري، ما راح تكفي المصاري، البلد فيها امان فيش فيها امان، بضلوا في عنده خوف هيك، في عنده اسئلة بتراوده. معلش استحملوا، يعني هاي احنا المشاعر مرينا فيها قبل ما نسافر وصرنا يعني في عنا خوف نوعا ما من الامور هاي. شوفوا لي النظارات حلوين ولا مش حلوين، النظارات ولا اصحابهم.
هذا بالعربي اصلا كل واحد جاي من بلد شكل صح. اول فتره لازم يكون معه مصاري الواحد عشان ما يتشمطط يتمشطط وشمطمش وشمطمط. هاي الكلمه من زمان ما سمعناها يتمشمش وشمطمط. ايوه خاصه اذا في اولاد صغار مزبوط. انا والله اول ما اجيت اخواني الكرام اجيت على مدينه مالمو زمان وصرفت والله ذاكر صرفت 3500 كرون وانا قاعد في الكامب يعني وانا قاعد في الكامب واحنا بناكل من الكامب. كان الاولاد الاكل ما يعجبهم تعرفوا اكل الكامب وغير هيك كنا ما نلحق دائما ناكل لانه الاكل مرات الساعه 6 الصبح ومرات وبالصيف يعني الساعة ستة المساء خلص بيخلص الأكل فكنا نضطر نروح نشتري أكل. فصرفت بفوق 3500 كرون خلال كم من يوم يعني تقريبا كانوا زمان 3500 كرون يعادلوا 500-600 دولار وكان عندي ولدين. فاللي عنده ثلاثة وجاي وبدرس بيعيش بكامب وما عنده حدا بده يكون جايب له معه 1000 دولار هيك احتياط على جنب. شكرا شكرا رافي. تدفئة ما هي التدفئة بتيجي عادة مع البيوت. الكهرباء بتيجي لحال الكهرباء فاتورة لحال تدفئة حسب الشركات كمان في شركات بدفعوك تدفئة في شركات خلص بحسبوها مع جار البيت. المي ما في يعني أغلب الشركات ما في مي. طبعا الجاليري هذا مسكر يتشنطط يتمشمط صح. والله يعني سبحان الله الساعة كم امبارح كان في حركة ممكن أكثر. هنروح على الجهة الثانية رايحين على وسط العاصمة. فتدفئ الكهرباء بالشهر حسب في بيوت حسب عدد الأفراد وحسب مساحة البيت بس هي تقريبا يعني إذا ثلاث أطفال بدك تحط من 400 كرون وطالع تقريبا 400 وطالع بالشهر. هي عادة تيجي كل 3 شهور الكهرباء يعني بيجيك 1500 كرون 1600 كرون يعني 150 دولار 160 دولار ممكن 200 دولار كهرباء كل 3 شهور. هاي الانكو واحد بكون جاي على البلد هاي للأسف بوصل ليش بتوصل نفسك لمرحلة انك تنام بالشوارع؟ ليش ما انه انت فكرت وخططت يا اخواني الكرام؟ عشان هيك بنحكي انه الواحد لما يجي على الغرب مو بس بالوصول الهدف. في ناس يا اخواني الكرام بس بدها توصل طلع زي هدول مثلا اللي جايين من بعض الدول كيف مشنططين حالهم صار لهم سنوات بس بلموا فلوس لا بيشتغلوا ولا اشي وعندهم قدرة على الشغل ومعطين صورة سلبية يعني زي النور اللي بيجوا من بعض الدول للأسف منتشرين في معظم المدن الأوروبية ومعطين صورة سلبية يعني هسه بس تحكي بلد معين يعني أنا كنت عايش في رومانيا معطين صورة سلبية عن بلدهم وهم طبعا يعني يعتبروا مهاجرين يعني حتى معاملة البلد معهم كانت زفت. فهم خلص اختاروا الشحدة والسرقة والعهر والأمور هاي اللي بيشتغلوا فيها فتح الفناجين والقصص خلص ما بدهم يشتغلوا للأسف إلا ما ندر. نعم تقريبا 50 دولار بالشهر الكهرباء. والله هذا كل يوم السؤال. أنا بنشر الرابط تبع الموقع تبعي أنا بشتغل بشركة قطارات السويد ستوكهولم ونشرت الرابط كل يوم بنشر الرابط. اقرأ قصة سفري بالسويد كاملة إن شاء الله برد بنشركم الرابط هون. أنت شكلك جديد بنرحب بالأعضاء الجداد بنرحب بأخواننا الجداد. إحنا عنا فوق 500 فيديو وشرحين حاكين بكل القصص. شوارع ستوكهولم تقريبا كلها مشيت فيها وعملت منها بث. لا بدنا نبعد عن هاي الصورة. فأهلا وسهلا بكل الأعضاء الجداد. الجداد يخبرونا اكتبونا بالتعليقات إخواننا الجداد يكتبونا بالتعليقات إنه أنا جديد. عنا قناة يوتيوب فيها فوق 500 فيديو. عنا مباشرات فوق 500 مباشر موجود في صفحة عرب السويد. بدك تفهم عن العنصرية موجود. بدك تفهم عن الاندماج موجود. بدك تفهم عن دائرة الهجرة موجود.
بس احنا بنحاول نفرجيكوا الشوارع، نفرجيكوا الناس، لانه في ناس خايفه من موضوع كورونا كتير، فاحنا بنفرجيكوا ان الحياه طبيعيه، هي ما فيش ولا واحد هسه لانه الدنيا ليل نوعا ما، خلاص سكر المحلات اليوم الاحد. امبارح كان في ما شاء الله عجقه وحركه كبيره، بس الوضع نوعا ما يعني هلا الايام هاي زادت الخطوره، انه الناس يعني الناس بالاعلام هيك بيحكوا بالاعلام انه زادت درجه الخطوره. انا بس بحكي لكم من ناحيه الاعلام. اهلا وسهلا، يعني ببين السؤال لاخواننا الجداد، احنا صفحتنا احنا صرنا بسويت 13 سنه، ومن اكثر من 10 سنين واحنا بنعمل مباشر وبنعمل فيديوهات وبنعمل شغلات عشان اخواننا العرب للاسف اللي بننصب عليهم، بنحاول. عندنا فيديوهات كثيرة عن موضوع النصب وشركات النصب والقصص اللي صارت كثير اللي وصلتني على الخاص. ادخل على قناة اليوتيوب، اتفرج، اقعد واسمع، كون فكرة وكون صورة قبل ما تيجي على البلاد هاي، احسن لبعدين تتورط انت او زوجتك او اولادك، تربية الاولاد، مشاكل اللي بتواجه والتحديات الاسرة. كثير عملنا فيديوهات عن مواضيع الأسرة وتربية الأولاد من القصص اللي احنا مرينا فيها والمتابعين اللي مروا فيها، فاحنا بنحاول نعطيكم شغلات معلومات من خلال القصص اللي مرت على مدار السنوات، بالإضافة بنعرفكم على البلد وشوارع البلد. احنا هلا بسرق التوري، كنت حابة هاجر بطلت. طلتي خلاص، الخيرة فيما اختار الله، هو من أصعب الأشياء في الحياة يا أخوان الكرام القرار، لأنه قرار واحد، قرار مثلا زي قرار الزواج، إذا الإنسان تزوج الشخص الخطأ، يعني هو ممكن يكون الشخص الصح بس ممكن يكون الاختيار خاطئ، يعني ممكن يكون الشخص صح هو بس مش إلك، وانت اخترتي الاختيار مثلا الخاطئ، انت ما كنت متعلمة، ما تلقيتي تربية. ممكن الواحد فينا، انا بحكي بشكل عام، يعني الواحد فينا ممكن يوقع في قرارات خاطئة، في فتح مشروع، في سفر لبلد، في اختيار زوجة، في اختيار تخصص جامعي، وبيظله ممكن يقضي كل حياته يعدل في القرار الخاطئ، يعني بضيع عمرنا احيانا واحنا منعدل في القرار الخاطئ. فعشان هيك لازم احنا نتعلم مهارة صنع القرار، لأنه إذا إحنا اخترنا بلد غلط، في ناس صار لها ممكن 20 سنة بتلف بأوروبا من بلد لبلد وهي بعدها مش مستقرة، تقابلت مع شباب من غزة ومن دول مختلفة، مرة بتلاقيه بيوتوبوري، مرة بتلاقيه رجع على ستوكهولم، مرة بتلاقيه طلع على النرويج، بترد رجع. كنت أشوف كمان من جماعة بوسنة اللي جايين من البوسنة، شفتهم بالنرويج لفين أوروبا وهم عايشين من مخيم لجوء لمخيم لجوء. فحاولوا دائما ابنوا قرار صحيح اخواني الكرام، اجمعوا معلومات صحيحة، اكتب على ورق، جمع اكتب وتفرج على فيديوهات وحاول خذ معلومات من اولاد بلدك، لانه كل واحد قضيته بتختلف عن بعض الثاني. يعني العراقي بيختلف عن السوري، والسوري بيختلف عن الاردني، والاردني بيختلف عن الفلسطيني، فكل واحد دائرة الهجرة بتنظر له بنظرة مختلفة عن غيره. هاي هون الكولتور هوست، بيت الثقافة، احنا وصلنا لوسط العاصمة والجو هادي وما في هواء بس في براد. هاي السيركلتوري. فصنع القرار يا اخوان الكرام مهارة مهمة جدا، فاحنا في كثير من الناس بتلاقيه ضايع في هاي الحياة لانه هو ما تعلم، احنا المدارس للأسف ما علمتنا هاي المهارة بالشكل الصحيح. فبتلاقي الولد بس يخلص الثانوية ممكن أهله يودوه طبيب وهو بده يكون مهندس، وبس يجي يتجوز بجوزوه على كيفهم، فبيجي يسافر بيجي بقول لك بصير يسأل الناس، ممكن ما يسأل فبتورط وبقضي حياته يصلح يرد يرجع، بده يعيد دراسة ولا بده يعيد يشتغل ولا بده يعيد حياته. يا ناس تركت التخصصات، كانت دارسة 4 سنين وتركت وعادت من جديد، كانت دارسة هندسة راحت غيرت لكمبيوتر ولا تكنولوجيا ولا تصوير، ويا ناس اتجوزت بنت عمها وبنت خالتها عشان مخاجلة، والله بنت عمي والله بصر ايش من نفس العيلة وبصر ايش. فالخيار يا اخوان الكرام وقوة الخيار وصنع القرار هذه من الاشياء المهمة. كم روابط بالعمال اللاجئين أو المقيمين في السويد؟
لاجئين، اللاجئ أول ما يجي على السويد بأخذ تقريبا 1800 كرون، يعني بين 190 دولار يعني، يلا يلا كفو. وإذا كمان عايش بستوكهولم أو مثلا عايش في مدينة، يعني بدفع من نصهم أجار مواصلات 900 كرون، مش عارف أروح من هون ولا من هون ولا من هناك. خلينا نمشي من هون ونطلع من البندل توك من هذيك الجهة. فإذا كانت عيلة ممكن العيلة يعطوهم سكن ويأخذوا لهم 5-6 آلاف كرون، 6 آلاف حسب عدد الأطفال. بس بعد الإقامة غير شكل الرواتب، لأنه للأسف في معلومات تحدثت في موقع دائرة الهجرة، مكتوب التفاصيل موقع دائرة الهجرة بالعربي، التفاصيل موجودة. اللي بيهتم بالرواتب والقصص هاي أول شيء ركز على موضوع أنك تأخذ إقامة. يعني هو مهم، أوكي السؤال هذا مهم، إنه الواحد يعرف شو الفرق بين السويد وهولندا والنرويج والقصص هاي. بس للأسف هسه ما في إقامة دائمة إلا بعد ما تحصل على فرصة عمل، مو زي زمان. فالأمور غير مغرية للي بده يجي على السويد زي زمان اللي إجوا بال 2014. والله أنا بنصح تدخلوا على موقع دائرة الهجرة، يعني إذا لأن اليوتيوب رح يعطيك تقريبا كل واحد شو فاهم عن البلد، أو شو، أو في منهم ممكن يعمل فيديو بس عشبة إنه يكسب لايكات أو إشي يعني بغض النظر، أو في ناس فعلا بتقدم معلومات بس ممكن المعلومات ما تكون كاملة 100%. فموقع دائرة الهجرة بالعربي مكتوب كل شيء، للي بده يجيب زوجته، للم الشمل، للدراسة، لكل شيء بالعربي وبالسويدي وبالإنجليزي وبكل اللغات. فادخل على موقع دائرة الهجرة اقرأ، ومعليش تعب نفسك، هذه مشروع مستقبلك. فعشان هيك الناس بتغلط يا إخوان الكرام، بتأجل وبتماطل وما بتقرأ بموقع دائرة الهجرة. انت شوف شو حالتك، انت شو جاي، جاي لجوء، اقرأ شو انواع اللجوء، لجوء السياسي، لجوء الحماية، وشو وضع كل لجوء، شو ميزات كل لجوء، وشو القضية لازم انا اكون استند الها عشان انا اكون لاجئ، وشو توزيع المناطق لو وزعوني بالسويد، وشو احسن المناطق. فانت اجمع هاي المعلومات وسجل عندك بورقة، وسجل قصتك وشوف قصتك هل تناسب قضية اللجوء الحماية، ولا قضية لجوء السياسي، ولا قضية لجوء الانساني. فضروري جدا نقرأ، ضروري جدا نقرأ، بدون قراءة رح نوقع بأخطاء. نقرأ ونقارن، بعدين نتفرج على اليوتيوب ونقارن القرناء بالموجود باليوتيوب، هم وقتها بنعرف إحساسنا بقول لنا والله الكلام هذا مطابق للي موجود في موقع دائرة الهجرة. فأنا رح أنشركم موقع دائرة الهجرة اللي كل يوم بنشره، وللأسف قليل ناس اللي بدخلوا بقرأوا، يعني صار زي العادة عندي كل يوم يا موقع دائرة الهجرة، يا موقع الدراسة في السويد، يا بصر المواقع هاي اللي بنشرها دائما، ونادرا ما حدا يقول لي راجعني يقول لي والله قرأت ولا شفت ولا هذا. فللأسف عشان هيك الناس قاعدة بتكرر أخطائها. هاي هذا شوفوا إنه واقف هون التمثال، موقع دائرة الهجرة بالعربي مغرخونز فيركت، لو كتبتوا أنا راح أنشر، ونشرت مبارح في الفيديوهات تبعت مبارح، نشرت كل الروابط. اللي تابع فيديوهات مبارح يرجع، في فيديو نشرت فيه كل الروابط، حتى قنوات الأخبار نشرت لكم إياها. اللي تابع مبارح يرجع على التعليقات تبعات مبارح، ونشرتهم باليوتيوب كمان الفيديوهات. اللي بحب يتفرج على الفيديوهات بدون تعليقات نشرتهم كمان باليوتيوب. هاي هنا البندل توك بوصلك لشمال ستوكهولم والجنوب إلى آخره. أنا جايين عقد دائم، بدي أسألك طلع لي إقامة دائمة؟ لا ما بطلع لك إقامة، بدك تشتغلي 4 سنوات وبعدها تأخذ الإقامة الدائمة. بعد ما تكملي 4 سنوات وتكوني دافع الضرائب، وكل سنتين بدك تجددي. يعني مش معنى عقد دائم إنه شو بسموه تلجريدري. سلم عليك وهيك نشوف الوضع. الله يسعد مساكم يا رب. في ناس بتخلط يا اخوان الكرام بالمفاهيم، وما بتفهم شو معنى العقود، وما بتفهم في امور بعض الاخطاء اللي بتتكرر في عقود العمل، او بعض الناس النصابين اللي بيبيعوا عقود العمل وما بوفروا عمل، فاحذروا منهم. عقد العمل الدائم معناه انه هذا العقد مفتوح، بس مش معناه انه انت تحصلي على اقامة دائمة. الاقامة الدائمة بدها شروط، بدك تكملي. ما بعرف هسه، حتى سمعت كمان في تحديث على قرارات الإقامة الدائمة اليوم بتفرج، بس ما والله ما حضرت الفيديو انه في تحديث. بس المهم
انا كان عندي عقد عمل، وكان عندي عقد عمل مفتوح، فاشتغلت 4 سنوات. بعد ال4 سنوات قدمت على الإقامة الدائمة. يعني قعدت انا تقريبا 6 سنوات، اول سنتين قعدت فيهم كلاجئ، ورفضت اللجوء ولغيت اللجوء، وبعد ما لغيت اللجوء قدمت على إقامة عمل. فترات الانتظار الأولية غير محسوبة، فترات الانتظار الأولية غير محسوبة إلا لما يطلع لك الإقامة. من يوم ما تطلع الإقامة الأولى بتعد 4 سنوات، فبتكمل السنتين الأولانيات بتجدد، إذا وافقوا لك بتجدد كمان سنتين، وافقوا لك صار 4 سنوات، بتقدم على الإقامة الدائمة، ولازم يظلوا عقد العمل صالح. يعني مش بعد 4 سنوات يقولوا لك الشركة والله بطلناك، لا، لازم حتى بعد ال4 سنوات لما تقدم على دائرة الهجرة ممكن تنتظر سنة، يعني ممكن انت تنتظر 5 سنين أو 6 سنين حتى تأخذ الإقامة الدائمة، لأنه انت حتى تقدم لدائرة الهجرة بعد ال4 سنين طبعا إذا كملت انت من أول ما دخلت، يعني ممكن انت تقعد بالسويد سنة وتنرفض على اللجوء وتروح تلاقي لك فرصة عمل وتشتغل بشركة، وحتى تقدم على إقامة العمل الفترة الأولانية غير محسوبة حتى يصدر قرار العمل. فممكن تقعد سنتين، ممكن تقعد في السويد 3، هذا اللي 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 اللي, اللي جاي لجوء وقدم على إقامة عمل، أو كان متزوج أو إشي، حالات تانية. كل حالة شكل، كل حالة لحال، العب لوحدك تيجي راضي. أما اللي جاي من برا، هون الإضاءة تعبانة، اللي جاي من برا ومعه عقد عمل حتى لو كان مفتوح أو كان مدته، طبعا الأفضل يكون أكثر من سنة، إذا أقل من سنة ما أنسى موضوع الإقامة الدائمة، صعب جدا، ما في ما يعني هذا له قواعد مختلفة. اللي عقد عمله أقل من سنة، بس لازم يكون عندك عقد عمل أكثر من سنة أو سنتين أو مفتوح، فلازم يكون عقد العمل سنتين أو أكثر، بتجدد سنتين بعدين سنتين بعدين بتقدم على إقامة دائمة. يعني ممكن تقعد 5 سنين، ممكن تقعد 6 سنين، ممكن ربك يسهل الأمور ما تطول وتأخذها. هلأ في ناس مقدمة على الجنسية صار لها سنتين بتنتظر الجنسية، في ناس أخذتها بشهر، في عندي صديقة أخذها بأسبوع الجنسية. عقد العمل طبعا بتجدد، بدك تقدم معاملة كاملة وتجيب الأوراق من مكتب من صاحب الشركة، لازم يتجدد، وعقد وفاكت والنقابة، وتدفع رسوم 2000 كرون عنك وعن زوجتك 2000 كرون، بعرفش زادوها يمكن صارت 2500 أو 3000. احنا وصلنا لمحطة القطارات، ولازم تدفع رسوم، ولازم الأوراق كلها تتصدق من الفاكت ودعوة عمل وقصة مشروع. حواليت الموضوع، أنا شرحته، ادخلوا في فيديوهات شرحت الموضوع، في لي منشورات شرحت موضوع عقد العمل، بس ما بعرف هسه القوانين الجديدة عن الموضوع. بس دائرة الهجرة موجود التعليمات كاملة، موضوع دائرة الهجرة موجود، شو هذا مسكر ومفتوح، موجود التعليمات كاملة موقع دائرة الهجرة، إن شاء الله برفق لكم إياها بالرابط. فهو عقد العمل عشان الواحد يأخذ الإقامة الدائمة، المفروض هيك القرارات السابقة، أنا بحكي لكم عن السابق، كان انت اذا انت جاي على السويد وانت عايش بالسويد وكنت لاجئ ولغيت، فترات الانتظار ما تحسب، بدك تبلش من اول يوم اخذت فيه عقد العمل واخذت فيه الاقامه. يعني ممكن انا اخذ عقد عمل وبعد 2 3 شهر اقدم على اللجوء على 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 الاقامه، فانا لما تصدر قرار الاقامه تصير معي القرار الاقامه معي. موضوع شوي بده حدا هيك تقعد معه ويسولف معك وقهوه وشاي، وحتى تقعد توضح، لأنه هاي اللي عايش برا ممكن ما يفهم الأمور هاي، لقيها صعبة مشربكة على مخه، وخصوصا مع الوضع العام ومع وضع الدول العربية الواحد مخه مشلبك وداخل ببعض. فالقصة ادخل على موقع دائرة الهجرة وتفرج لك كم من فيديو حتى تفهم الموضوع بالتفصيل. فالموضوع باختصار بدك لا أقل عن 4 سنين حتى تقدم على الإقامة الدائمة بعد إقامة العمل. هاي نحن دخلنا على المحطة الرئيسية، تمام. نعم طبعا الشغل الأسود لا يعتبر ولا يفيدك، ولا يفيدك بأي شيء، لا يفيدك بدور سكن ولا يفيدك بعلاج ولا يفيدك بشيء، وتعتبر مخالف قانونيا، وإذا المسكت غرامات وسجن وقصة إلى آخره.
ألمانيا ولا السويد. هاي قصة تانية، هاي المقارنات هاي صعبة ما بقدر أحكي لك، بس إنه ألمانيا فيها تنازل على الجنسية، في ناس مرتاحين بألمانيا وفي ناس مش مرتاحين، وفي نفس القصة في السويد. خل رجع لكم فرجيكم المحطة الرئيسية وإحنا نازلين. كم الساعة صارت؟ 8:45. خلاص عندك ألف عندك ألف سؤال يا حبيبي. هذا خلاص منكمل، صار مبطل منوقف الشغل الليلة وخلاص. حولوا لي على الويسترن يونيون قديه الليلة بالساعة بطلع، نتصل على الشغل بنقول لهم يا عمي اجانا شغل براني وخلاص بدنا نعمل استشارات ليلية، وبنفتح الزوم ونفتح السكايب ونشتغل سؤال وجواب للصبح. والله انا هلا شوي رايح على الشغل، يعني انا نشرت والله ليش دائما بعمل فيديوهات عشان اوضح للعالم، لاني بعرف في ناس مو فاهم القصة، فعشان هيك عندي فوق 500 فيديو ممكن تلاقوهم في اليوتيوب او في صفحة عربي سويد على المباشر، وشرحت هاي القصص كتير حكيت عنها. ادخل هيك ادور اكتب عربي سويد عقد العمل او اقامة العمل، بتلاقي ممكن من جوجل، واكتب اسمي رائد، اكتب جنبها رائد، ممكن تلاقي لي فيديوهات شرحت عنها وحكيت عن القصص هاي وعن الاستثمار. وكنت اتمشى هيك عند بحيرة ذاكر مرة لما حكيت عن الاستثمار، فشرحت هاي القصص بالتفصيل. فشوي هيك انه انا جاوب على البث كل اشي واشرحه بالتفصيل صارت محاضرة، شوي بتكون صعبة يعني القصة نوصل الموضوع. احنا طالعين جولة مسائية عشان نهدي الاعصاب ونروق، وزي ما ذكرت ادخل على اليوتيوب او ادخل على جوجل بتلاقوا هاي اللي وراح نشركوا رابط دائرة الهجرة، اقرأوا اقرأوا بدائرة الهجرة مشروح كل شيء، لانه في تحديث، في تحديث ممكن المعلومات حتى القديمة تكون فيها بعضها تغيرت، المعلومات القديمة ممكن تكون تغيرت، فبصير شربك شربيك خربط خرابيط. هنفرجيكم الكرة الأرضية، انتوا وين ساكنين في الكرة الأرضية هاي؟ في أفريقيا ولا في آسيا؟ آسيا الصغرى ولا الكبرى؟ هنشوف الكرة الأرضية هون. شيء حلو. نشوف وين هاي أستراليا هون. استشارات بألف كرون كويس، أحسن شيء من شغل. الحمد لله على كل حال. طبعا اخوان الكرام احنا يعني تقدر تقولوا زي وسطاء لاحد المكاتب اللي هون عايشين وما بيشتغلوا ومقدمين لجوء او ما عندهم دخل او دخلهم اقل من 75,000. احنا يعني بتكتب اسمك بالانجليزي ورقم تلفونك وبنحولك على مكتب، هو اللي بيعمل لك استشارة مش انا. فاحنا وسطاء يعني لأحد المكاتب عشان نساعد الناس اللي موجود بالسويد وعنده مشاكل أو عنده مشكلة مع دائرة الهجرة أو عنده قضية ومش فاهم شو يسوي شو يعمل ودخله أقل من 75,000، يتواصل معي على الخاص بصفحة عربي سويد ويكتب سؤاله شو قضيته ويكتب اسمه بالإنجليزي الأول والعائلة ويكتب رقم تلفونه، وإحنا بنحول رقم تلفونه واسمه والمعلومات هاي على مكتب، والسكرتيره بتحكي معه بتحدد له موعد وهم بيقدموا له استشاره مجانيه للي دخله. رجاء تفهموا يعني هذا الاعلان مهم، يعني صرنا فتره مش معلنين عنه، اللي دخله اقل من 75,000 الله يسعد مساك يا رب، وبدور على استشاره قانونيه الموجودين بالسويد، بس الموجودين بالسويد مش من خارج السويد. نتعامل مع احد المكاتب هنا في مدينه ستوكهولم بقدم استشارات للي دخله اقل من 75,000 ومقدم لجوء او معه جنسيه او شو وضعه، يعني المهم ان يكون في معه اي اثبات ودخله اقل من 75,000، يتواصل معنا يرسل اسمه الاول والعائله ورقم تليفونه، احنا بنرسل المعلومات هاي لمكتب هو بتواصل معه. انا مو محامي، يعني في بعض الناس تواصل معي بيقول لي والله محامي شو رايك، انا مو محامي، انا بشتغل في نظافه القطارات، انا مرشد نفسي وممكن مرشد سياحي بس مو محامي، تمام؟ عشان ما يصيرش عندكم خربطة وشخبطة، في ناس بتخربط وفي ناس بتشخبط، احنا نحاول نكون واضحين معكم. سؤال مهم، سؤال غير مهم.
جزيك الخير، الله يجزيكم جميعا خير، الخير والخيرات. من وين نروح؟ والله خربطونا، خربطنا نبلش، بلشنا نخربط. يا كريم يا رب، نروح على المحطة، نروح على الشغل، لا نروح نروح، خايف ألف وروح بعدين. هاي هون الخزانات، هون اللي عنده حاجة حاب يخبيها. مصمم برنامج كورال دعوة إيش دعوة وخبرة عمل، ماكينة ليزر وقص أخشاب، شو لازم نكتب راتب شهري؟ راك علينا يستغلونا، وأنا مو فاهم أنتوا هسا عقد العمل هذا بدو يعملوا لكم إياه بمصاري ولا عقد عمل رسمي؟ وأنا خايف أنتوا من جماعة هدول العقود العمل اللي بأخذوا عليهم مصاري وبتيجوا على السويد وبتلاقوش شغل. خايف أنتوا من هدول الجماعة اللي معملين لكم عقد وهمي، هو بكون رسمي أوكي بس عقد وهمي عشان ياخذوا منكم 100,000 ولا 200,000 كرون، وبعدين بس نوصل على السويد لا في شغل ولا في بيت ولا في إشي. دير بالك، وصلتني قصص زي هيك. يا ريت تخبريني في التعليقات انه انتو من هدول الجماعة، لانه زي ما بحكي لك بكرة بس توصل على السويد بقولوا لك احنا ما لنا دخل فيك وعليك ضريبة شهرية تدفعيها. يعني اذا زوجك مثلا راتبه لو قلنا 25,000 بده يدفع 7,000 كرون تقريبا بالشهر ضريبة، واذا ما دفع ما بتتجدد الإقامة، وإذا ما اشتغل شهر ولا شهرين والله يمكن ما يجددوا له الإقامة بالمرة، إلا إذا أنتوا جايين ناويين بعديها تقلبوها للجوء. ما في دفع ولا شيء، هاي لعاد عقد عمل زي كيف الزواج الوهمي، نفس قصة الزواج الوهمي أو الزواج الأسود. أنتوا جايين بنفس الطريقة، وللأسف هاي الطريقة المسؤولية عليكم، ولا تدفعوا شيء يعني إلا إذا أنتوا يعني ما هدفكم انه انتو من العمل، هدفكو انه انتو توصلوا على السويد وتقدموا لجوء. اما اذا ما في شغل صعب تبدلوا العمل، مو سهل تبدلوا العمل وتلاقوا فرصة عمل تاني يوم، مو سهل، صعب جدا، بده لغة وبده علاقات وبده قصة. ما يجي الشباب اذا ما في شغل صعب، اذا جيتوا على السويد تبدلوا ولازم تضلكوا تدفعوا ضريبة شهرية، وإذا ما دفعتوا ضريبة ما بتجددوا الإقامة. خلينا ندخل على المحطة، غير 5 دقائق للقطار. أوكي بس عقد نظامي، بس في شغل. ولا ما في شغل، ولا بس ورق، ورق رسمية أوكي بس ما في شغل. ممكن يعني هل العقد في وراء شغل، في وراء شقة، في وراء عنوان، في وراء ميزات، ولا ما في اشي؟ ولا انتو بتدفعوا كل اشي، بتدفعوا له 100,000 ولا 200,000 عشان يعملكوا العقد؟ عملنا استشارات على الـ على الـ اللايف. مساء الخير، مساء الورد من ستوكهولم، محطة البندل توك اندر جراوند، تحت الارض، طول وعرض. نفرجيكو حالنا هيك من بعد قرب. هاي كمان المدام فوق والمدامات والشباب، طبعا ما دخل تحكم بعدين المدام مدامتنا. سعد مساكم يا رب. الاضاءات شغاله، نزلت المدام، شوف الوضع هيك لفوق، تجيكم الوضع لتحت. شغل جاهز منيح، هذا الشغل جاهز تمام ممتاز. اذا في شغل الف مبروك ان شاء الله بالتوفيق، بس حاولوا لا تدفعوا. في بعض الناس للاسف بيحكوا انه في شغل وبطلبوا منكم تدفعوا 100,000 و200,000، إذا في دفع 100,000 و200,000 هدول بكونوا ما في شغل، أو ممكن في شغل هيك بيتزارية، شغلة هيك جايبينكم فترة تمشاي عشان يقولكم والله جبناكم وشغلناكم بس أنتم ما رضيتوا. فبدك تكونوا يعني واعيين، أنا ما بقدر أعطيكم كل المعلومات وبعدين تقولوا اتهم وتوجهوا لي بعدين تقولوا هذا الرجال بحكي عن فلان وعلان. انا ما بعرف في نوايا الناس. ان شاء الله النوايا خير، دائما نفرض حسن النيه، بس انا بحكي لكم الخبره، انا بحكي لكم الخبرات السابقه اللي مرت علي، وناس كتير انتصب عليها وبزواج انتصب، شباب ضحكوا على بنات في المغرب وفي الجزائر وفي تونس في كثير من دول، ادعوا انهم بده يتجوزوهم وطلبوا منهم مبالغ على سبب انه يسووا اوراق الاقامه، وضحكوا عليهم $5,000 $4,000، وقصص كثيرة من زي هذه الشركات عقود العمل. شو هذا؟ What is this too much؟
تجي كل النزلات والطلعات كيف هيك. ما حدا لابس كمامة عجيبة والله. بالنسبة للراتب أنا بحكي لك، رح أرفق رابط موقع دائرة الهجرة. يعني عادة زمان إحنا اللي في مجالات كان الراتب 13,000، بس في مجالات ممكن يكون 20,000 حسب شو مجال المهنة. تمام، فهمت علي؟ فبرفق لكم رابط دائرة الهجرة وبتشوفوا الموضوع، أو اسألوه الشخص نفسه أكيد بعرف إنه يتواصل مع النقابة بعرف قدي الراتب بالضبط. شو الرسم وتصميم على ماكينة. هاي جا القطار تبعنا، ان شاء الله ليلة سعيدة. تابعونا على قناة اليوتيوب، وهسا ان شاء الله راح ارفق لكم رابط دائرة الهجرة، ادخلوا اقرأوا عن اقامة العمل، التفاصيل مكتوبة كلها بالعربي، راح ارفق لكم الرابط بالعربي، ادخلوا اقرأوا ان شاء الله بتلاقوا. ادخلوا على قناة اليوتيوب راح ارفق لكم اياها، تبعتي قناة اليوتيوب، حاكي انا عن مواضيع تبعت زمان، وان شاء الله بتلاقوا الجواب. وإذا ما لقيتوا ردوا راسلونا، إن شاء الله بنحاول نفيدكم بالجواب. وليلة سعيدة إن شاء الله، استفدتوا من هذا البث، والله يوفق الجميع. وإحنا ما بنقدر يعني ببث واحد نشرح كل القصص، لأنه القصص منوعة، اللي بدور على سكن، واللي بدور على زوجة، واللي قصته قصة، واللي واقع من طيارة، واللي واقع من سيارة، وهكذا. وصلنا إلى القطار، وين نقعد وين نروح؟ بتروح وبتغيب. نمشي لقدام ونشوف الوراء. صار في البداية. تمام اخوان الكرام. نعم والله هاي بترجع بوجهات نظر موضوع الكمامة. في ناس تلبس وفي ناس ما بتلبس. طيب اخوان الكرام، مساء الخير، مساء مساكم. ارجعوا قناة اليوتيوب وان شاء الله هلا شوي بنشر لكم الرابط. هاي لقينا مكان. يلا في امان الله. السلام عليكم. باي باي.